أهلا بنات، مرحبا بكم في القناة تاعكم. اليوم راح نحكي لكم على المنتجات اللي كملت لي، يعني جربتها وكملت لي، وراح نعطيكم الرأي تاعي الصريح فيها ونقول لكم اسكو خرجت عليا انا ولا ما خرجتش. كيما شاك فيديو نقول لكم كاين دي برودوي يخرجوا عليا وما راحش يخرجوا عليكم، كيما كاين دي برودوي يخرجوا عليكم ما راحش يخرجوا عليا، يعني سا دي بون. انا كيما شاك فوا نقول لكم ونعاود، البشره تاعي مختلطه وتميل للجفاف، والشعر تاعي جاف ولازم له بزاف تاع التغذيه، دونك اللي كيفي اكيد راح يخرجوا عليها لي برودوي اللي نستعملهم، واللي عندها البشره دهنيه والشعر دهني ما راحش يخرجوا عليها لي برودوي تاعي. وكاين دي برودوي يخرجوا على كامل، يعني جميع انواع البشره اللي راح نوريهم لكم بيان سور، ولا دي برودوي وحدين اخرين اللي يخرجوا على كامل الناس. ريحوا معايا حتى لافان تاع لا فيديو، هكذا راح نوريهم لكم وان شاء الله نشفاهم على لي بري تاعهم ونقول لكم عليهم. اول حاجه راح نبدا بها هو لو جيل دوش تاع نيفيا. هذا لو جيل دوش خواتاتي يدير 92000، وكاين اللي يبيعو 88000، كل واحد كيفاش يعني كل واحد كيفاش يبيعو. فيه 500 مليلتر كيما راكو تشوفوا، يعني كبير بزاف، ريحتو بزاف روعه، الحجم نتاعو بزاف كبير، يشد بزاف. كنت شريته في جانفي على ما اظن وشد لي بزاف، يعني قعد معايا بزاف. الترطيب تاعو رائع، ريحه تاعو ما تشدش بزاف خواتاتي، يعني من لادوش ما تخرج، كي تخرجي من لادوش تقعد فيك شويه وتروح. فوالا، دونك هذا نقول لكم شريوه وما تندموش عليه، فيه بزاف تاع الانواع. فيه تاع هذا على ما اظن فرومبواز اذا مانيش غلطه، ولا تاع توت، ولكن ريحته روعه 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 وترطيبه هايل، دراهمو ماشي خساره فيه. عندنا لويل اكسترا فيرج تاع جيمي، من اصمت الزيوت اللي جربتها في حياتي، ما تحبش لك من خواتاتي، يعني بنات لي اقتصاديين ونحبوا يقعدوا تقعد عندهم يعني زيت مده طويله يشريوهم هاد الزيوت تاع جيمي. كنت جربت نتاع الويل كوكو تاعهم، عجبتني 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 عجبتني، روعه للشعر، سورتو البنات اللي عندهم شعر جاف ننصحهم بها. وكاين هادي الويل اكسترا فيرج كوكو ومع لافوكا، جو بريفير لي جايه كوكو وحدها، هادي مليحه ماشي مليحه، باش ما نكذبش عليها وباش ما نحقرهاش، مليحه، ولكن نفضل ننصحكم تشريو تاع الويل دو كوكو. كل بلاد شحال تتباع، انا كنت شريتها على ما اظن 110000، البنات قالوا لي تتباع 95000 100000، كل واحد كيفاش يبيعها، كاين اللي يبيعها حتى ل 160000. دونك نفضل خواتاتي الويل كوكو وحدها، ننصحكم بها خير ما تشريو هذه كوكو مع لافوكا، ما عجبتنيش يعني 100%. عندنا لو ديماكيون نتاع نيفيا، وكما تعرفوني نحب هاد الماركه بزاف باسكو بزاف مليحه، والمنتجات نتاعها كاين اللي رخيصه وكاين اللي شويه غاليه. كيما هاد لو ديماكيون الحجم نتاعو كبير، يدير على ما اظن 90000 ولا 95000. الحجم نتاعو يشد لكم بزاف بزاف، فيه 400 مليلتر، يشد بزاف، روعه هاد لو ديماكيون. صراحه كاع لي ديماكيون تاع نيفيا جربتهم بريسك، اونفا ماشي كاع مي بريسك، راكو اللي راهم متبعيني من بكري راه عارفين بلي نستعمل بزاف هاد الماركه. مازال برودوي ما جربتوش تاع نيفيا، خصوصا في لي ديماكيون مازال ما جربتش ان ديماكيون وما عجبنيش. هذا من بين لي ديماكيون اللي عجبني ويصفي البشره، سيت اون او ميسيلير، بزاف مليحه، فيها ماء نتاع الورد كيما راكو تقراو، ماء ميسيلير بالزيت مع ماء الورد، يعني وماء الورد يصفي البشره، وكيما انا ما نحملش ماء الورد، ماء الورد خواتاتي يضر لي البشره تاعي، نحسها تنشف، وكنت خايفه من هاد لو ديماكيون، لكن ما نشفليش البشره تاعي، او كونترير يصفيها وينحي بيان الواتر بروف، يعني اللي دير لو ماكياج واتر بروف كيما كيما اي لاينر ولا الماسكارا، هذا يوالمها بزاف هايل. كمل لي لو جانيتوايون نتاع اس في ار، كيما راكم تشوفوا باقي فيه شويه باينه، هذيك غادي نغسلها ما نخليهاش. من اروع لي ديماكي ابليتو، من اروع الجينيتوايون ولا الجيل لافون اللي جربتهم، كنت هدرت عليه ديجا من قبل وشكرته بزاف، ونعاود نشكر خواتاتي بزاف 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 هايل، وننصحكم به. وان شاء الله راح ندير لكم فيديو سبيسيال على لي جينيتوايون نتاع البشره الجافه، كاين كيفو للبشره الدهنيه وكاين كيفو للبشره العاديه. البشره العاديه يجي ازرق والبشره الدهنيه يجي
اخضر انا كنت شريتو على ما اظن 200000 ولا 190000، كنت هضرت لكم على لو بري تاعو، ولكن يكون في هاد الجوايه ولا اكثر باسكو غالي. انا كنت شريتو بون بري يعني 190 ولا 192، بصح يشد 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 بزاف. فوالا شحال فيه 400 ملي كذلك، يعني يشد لكم بزاف. عندي لو تيرمال نتاع اورياج اللي ما يخطانيش خواتاتي. انا لو تيرمال تكمل قرعه نشري قرعه، تكمل قرعه نشري قرعه. نشري هذه تاع اورياج ماشي باسكو لا مارك عجبتني ولا نشريها، ما نكذبش عليكم، باسكو اقتصاديه وكبيره وفيها 300 ملي ورخيصه، دير 99000 يعني 100000. الاخرين كامل غاليين، يديروا 120 حتى 140 سيت نتاع فيشي تاع لاغوش بوزي نتاع افان، سيتهم كاع خواتاتي بخات غير كيف كيف، ولكن ديما يكون عندي فيه بزاف تاع المنافع، وراه عندي فيديو خاص عليه اللي تحبوا ترجعوا باش تشوفوه. عندي هنايا انا بخي شامبوان نتاع سيان، لا مارك هادي سيان ولا سيان ما على باليش كيفاش تنطق، تتباع في ليترونجي برك، ومرات تدخلنا كابا هنايا. لو بري تاعها فريمون رخيص رخيص في الخارج، تتباع عند ليدل، بزاف هايله للشعر الجاف والبشره الجافه، روعه هاد لا مارك. هاد لابخي شامبوان كنت كانوا جابوه لي من الخارج، يوالم لي شفو ساكي ابيمي يعني اللي عندها شعر جاف ومتقصف، روعه بزاف. الا لقيتو هاد لا مارك خواتاتي غير شريوها من عندي، شريوها وجربوها وردوا لي الخبر، روعه. هنا تدخلنا شويه غاليه ولكن في الخارج رخيصه. كملت ثاني كليكرون توتال نتاع اس فيير كيما راكو تشوفوا. بون ما لو كان نوري لكم القرعه نتاعها راح تضحكوا عليا، نوري لكم كيفاش رديتها. فوالا على بالكم انايا انا برودوي ما نرميش حتى ما نخلي فيه والو، شاك فوا نقول لكم هاد الهضره حتى نقطعو. فوالا قطعته وكملته مليحه خواتاتي، تصفي البشره ولكن ما توالمش بزاف البشره الجافه اللي تكون جافه 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 بزاف، ما توالمهاش، ننصح اللي تكون عندها البشره تاعها عاديه. هذا ايكرون توتال او ميم طون، ماشي برك ايكرون توتال، هي سيتون كريم ايكليرسيسونت ولكن دايرين فيها الاس بي اف. فوالا تصفي البشره من لي طاش ومن باغ اكزومبل لي طاش تاع لو سولاي ولا اللي يكون عندها الكلف وكامل، ننصحها بهذا ليكرون توتال. راهي ايكرون توتال او ميم طون تصفي لكم البشره، اذا ما كانش عندك البشره تاعك جافه بزاف ننصحك بها. اللي تكون عندها البشره عاديه لو بري تاعها فوالا 311000. فوالا فيديو دو رون كملت نتاع نيفيا ونتاع بروفوكاسيون باري، هادي تنخدم هنا في الجزائر، دير 20000 ولا 25000 يعني ما ديباسيهاش. هادي جايه او دو تواليت دو دورون، ولكن نحسها كيما الريحه تاعها كيما البارفان، ريحتها بزاف شابات ومخصوصه فصل الشتاء، تعجبني الريحه تاعها والبري تاعها يوالم الجميع. وعندي هنايا تاع نيفيا كيما تعرفوني خواتاتي نحب لا مارك نيفيا، عجبتني ولكن مع التالي وليت نحس فيها مغمومه، ريحتها مغمومه مش عارفه علاش. دونك لو بري تاعها 42000، ماش نعاود نشري هذه. بورتون كو دايرتها باغمي لي برودوي المفضلات تاوعي، كنت هدرت لكم عليها في المفضلات تاوعي وعجبتني، لكن كي تجي تكمل كي توصل باغ اكزومبل لهنا ولا تولي تطلق لي واحد الريحه مغمومه وما ولاتش تعجبني. انا ما اظن مازال باقي فيها، مازال باقي فيها شو ريحتها ولات تغمني وفي حلقي تغمني تانيك. دونك هذه ستريس بروتيكت ما ولاتش تعجبني، ابخي نتوما الا عجبتكم جو سي با. دونك هذه قلت لكم من المفضلات تاعي كانت ولات دوكا ماشي من المفضلات تاعي وما راحش نعاود نشريها. كملي البامبوش تاع لي ستيرين فوالا اللي يجي ازرق ولا ازرق بارد. فوالا هاد لو بامبوش سي لو مايور parmi les بامبوش اللي جربت تاع كولغيت، جربت بزاف تاع لي بامبوش. انا هذا نحطو رقم واحد، لوغو تاعو مليح، ريحتو مليحه في الفم، يخلي واحد الريحه مليحه في الفم او ميم طون يشلل الفم، تستعملوه خطره ولا مره ولا مرتين في الاسبوع باش يخلي لكم هذيك الريحه، ينيتواي يبروتيجي تانيك لاجونسيف تاعنا ويخلي هذيك لا فريشور مليحه في الفم تاعنا. دونك ننصحكم بخواتاتي. كنت اشاك فوا نهضر لكم على الصباغه نتاع مورفوز، وانا من محبي هاد الصباغه تاع مورفوز، كنت وريتها لكم البنات الا تحبوا ترجعوا لا فيديو تاع الصباغه. كنت جربت تاع مورفوز وعجبتني، بصح ماشي هادي اللي جايه تشوب تاعها وحدها والوسمو يتباع وحده تانيك.
لوكسيدون يتباع وحده، وهذه تتباع بلوكسيدون وتتباع تانيك بال بلو برودوي تاعها لي جي داخل. بون هنا راه عندي دي شامبوان داخل ما استعملتهمش، مي لو برودوي الاخر ميتو باسكو استعملته. هنا عندنا دي شامبوان وهذا شامبوان كيف كيف، دونك هذا يجي فيها لي شامبوان، يجي فيها لوكسيدون، ويجي فيها داك لو تيوب تاع لا كولور. هاد لا كريم خواتاتي بلوتو هاد لا كولور كنت شريتها، كنت راح نشري صباغه مغفوص صغيره عفوا، وقال لي ما تشريش هادي، ما تشريش هذيك الصغيره، شري هادي راهي مليحه وما تحرش الشعر. فوالا فوالا، وانا نستعمل الصباغه اللي تجي نوار بلوتي، وهادي شريتها في نوار بلوتي وقلت نستعملها. كنت شريتها عندها مده ملي شريتها وخليتها عندي في الدار، ما استعملتهاش حتى الفتره الاخيره. الوغ كي استعملتها خواتاتي ما عجبتنيش، ما عجبتنيش خلاص، يعني بارابور للمورفوز الاخرى لا علاقه. المورفوز الاخرى اللي راني دايرتها في الفيديو هذيك انا تخرج على شعري ترطبهولي، ما تنشفليش شعري، مش ترطبهولي باسكو ما كانش صباغه اللي اللي ترطب الشعر، ولكن ما تنشفهوليش. هذه تنشف الشعر اللي راكو تشوفوا فيها، هذه مورفوز تنشف الشعر او ميم طون طيح في الساع، يعني اللي عندها مشكل تاع الشيب طيح لها في الساع، ما تقعدش في الساع، ما تقعدش في الشعر بلوتو، ما تطولش في الشعر، يعني سمعنا برك وطيح، ما تقعدش خلاص. كي تغسلي يبدا يبان الشيب عادي جدا. ما ننصحكمش بها، ما عجبتنيش بالنسبه ليا انا، ما عجبتنيش وما ننصحش بها. السعر تاعها على ما اظن 60000 ولا 40000 ولا مش في تاع السعر تاعها، ولكن نعطيها 0/10، ما عجبتنيش خلاص. ميم لا كولور تاعها ما تخرجش فيها هذيك لابغيونس لي مورفا تخرج لي، باسكو مورفا كي نعمل مورفوز الاولى تخرج لي لابغيونس وتخرج لي لا كولور نوار بلوتي. في الشمس يبان بلوتي، يبان هذاك لو بلو، هذه ما تبينش البلو، يبان هكا شغل تحس نشوفيه في الشعر تاعك. دونك ما ننصحكمش بها، فوالا كيفاش تجي دايره، ما ننصحكمش بها خلاص وما تشريوهاش. كملت لو شامبوان تاعي تاع نيفيا. لي شامبوان تاع نيفيا ملاح متوسطين، نعطيهم 8/10 7/10 فقط، ما يرطبوش الشعر بيان ولكن ملاح بارابور لي شامبوان الاخرين. انا لي شامبوان تاع نيفيا نحسهم متوسطين، استعملتو كملتو، كنت استعمل ديجا من قبل لي شامبوان تاع نيفيا ويعجبوني في الوسط، ماشي 100% وماشي يعني 50-50 صافا. السعر تاعو يدير 48000 انا ما اظن. الو كانت كملت لي خواتاتي لاسيغ تاعي في الصيف، ورحت نشري لاسيغ ستاربيل، لقيتها 60000 نص كيلو، لقيتو 60000 وقلت ما نشريهاش بيسك غاليه، نروح نشري تاع مايلا وقيلا اسمها، ولا مايا ولا ما على باليش، ولا مش فيت على هذيك نحوس لكم على لاماك تاعها ونكتبها لكم. لقيتها هي تاني نص كيلو 60000، قلت ما لا نشري تاع ستاربيل وخلاص. ما لا كيما لقيتش، ما لقيتش بلوتو تاع مايلا بون بري، قلت بيسك كنت متقشفه هذاك لو مومون كنت نجرب هاد لاسيغ، دير 30000 فوالا. واسمها بيرل دو سيغ شاربون، ما على باليش اسكو هذا اسم تاعها، بو بارفيت فوالا كيما راكو تشوفوا. كارثة كارثة خواتاتي، ما عجبتنيش، تحس راكي دايره شوينغوم في رجليك وما تنحي والو، كي تكونوا تنحيو ما تنحي لكم والو، ولا درتوها في اللي تستعمل في لو فيزاج ما تنحي لكم والو. بون انا ما نستعملش لاسيغ في لو فيزاج، قطعتها عندي مده ما نستعملش في لو فيزاج، نعمل برك في لو كور تاعي. ما عجبتنيش بتاتا هاد لاسيغ اللي تجي هكا في شكاير، ما ننصحكمش بها، وزيد السعر تاعها 30000 غاليه بزاف. كملت هاد لي بارفان اللي كانوا جاوني مينياتور هكا صغار، مع باليش هادو سي دي زيشونتيون ولا مع باليش واش. فوالا هادي سميها واسمها سيلفاسيا، جيسبيغ راني نقراها نيشان مانيش غالطه فيها. فوالا كيفاش تجي دايره، ريحتها روعه فوق الروعه، ريحتها بزاف عجبتني، وكون نلقاها ما نكذبش عليكم البنات نشريها، باسكو فريمون شابه الريحه تاعها. فوالا كان طار لي الوسمو نتاعها، عجبتني بزاف ومازال فيها ريحه، ريحتها روعه 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 الريحه تاعها. ريحتها مليحه الفصل الرابع سورتو. هذه سيلفاسيا فوالا، وعندنا هذه واسمها مارسيلا، هذه ريحتها تاني روعه بزاف، الريحه تاعها شابه. هادو سي دي بارفان نحطهم غير في لو ساك، بون هذه ما بقاش فيها. وعندنا هذه تاع سكري يونيفيرس، مازال باقي لي وحده، هذه تاني ريحتها بزاف شابه ولكن توالي فصل الشتاء. اذا لقيتهم البنات شريوهم ما تندموش عليهم، فريمون شابين.
عندنا لو سيروم تاع سوايليس، كانوا بزاف بنات سقساوني على هذا لو سيروم. عندي واحد المده ملي شريته، والله ما شفيت كاع وقت شريته، ما استعملتوش كاع. شوفوا شحال استعملت وراني رايحه نرميه. فوالا هاو اللي كاني رايحه نرميه. هذا وان كاتاستروف كيف كيف خوتاتي، ماشي كاع شباب يعني صراحه. ما يوالمش خلاص الشعر، بورتون راه هنايا كاتبين الشعر الباهت والمتكسر، ما يدخلش في الشعر، يزيد الشعر، ما عنده حتى صلاحيه للشعر. ما عجبنيش خلاص وما راحش نعاود نشريه، ومستحيل نعاود نشري لي سيروم تاع سوايليس. مانيش نكلاشي لا ماركا باسكو كنت جربت ان برودوي تاع سوايليس وعجبني، ولكن لي سيروم تاعهم ما عجبونيش وما راحش نعاود نشريهم. فوالا كملت لك خون طوطال تاع لاغوش بوزي، وكنت شريت واحده اخرى راهي عندي، كنت وريتها لكم في لي فيديو. هاد لاغوش بوزي نتاع سيكا بلاست ننصح بها كاع البنات، كاع كاع بدون استثناء ننصحكم بها. بيان سور كملتها وكليتها كي العاده والعوايد، ما خليت فيها والو. ولا اروع ولا اروع، بزاف رائعه، بزاف ترطب البشره، بزاف تنحي لي طاش، روعه 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 روعه. هاد لا كريم لو سول ديفو تاعها اللي هي ما تشدش بزاف، يعني لا كونتيتي تاعها صغيره بزاف، فيها 40 مليلتر فقط، 40 ملي، وفي ساعه تكمل لكم. وحاليا ماهيش متوفره، يعني تحوسوا عليها وتحوسوا وتحوسوا باش تلقاوها، ولكن بزاف رائعه. اذا لقيتوها شريوها وما تندموش عليها. تاني كملت لابخي شامبوان نتاع سيان، لا مارك هادي فور 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 بزاف. ما عرفش اسكو يوافقوني البنات اللي عايشين في الخارج ولا لا، باسكو هما عندهم دي برودوي، عندهم لي شوا بزاف، عندهم لي برودوي بزاف، ولكن رخيصه ومليحه. يا خوتاتي مش قضيه رخيصه، ولكن عندهم رخيصه وروعه. اللي راهم في ليترونجي كتبوا لي كومونتير قولوا لي اسكو تعجبكم ولا لا. بزاف هايله، تتباع عند ليدل، حنا تدخلنا غير كابا. اذا شفتوا هاد لا مارك شريوها وردوا عليا الخبر. هاد لابخي شامبوان خاص للبنات اللي عندهم لي شفو كولوري ولا دايرين لي ماش، يرد لكم الشعر تاعكم بزاف رطب 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 خواتاتي، يخرج رطب ملادوش يخرج رطب، صدقوني تحس درتي سيشوار. انا كي نديرو اي بورتون شعري انا ناشف، وراني ننصحكم بها. الى لقيتوها غير شريو هاد لا مارك. لي شامبوان تاعها ولا اروع. لا ديرنيغ فوا كنت دوشت بها، دوشت بلي شامبو باسكو راح نوريكم مشتريات تاعي اللي من الخارج. والله يا البنات كي خرجت بلا دوش اقسم بالله غير تبان بلي شعري راه مكوافي بزاف هايله هاد لا مارك. كملت لا كريم هادي نتاع الليل، صراحه ماشي انا اللي كنت نستعملها، استعملتها بوكو بلوس الام تاعي باسكو توالم لي بو ماتور، وخصوصا البنات اللي يحبوا يحافظوا على البشره تاعهم، وكذلك اللي يحوسوا على كريم ضد التجاعيد. صافا مليحه خواتاتي هادي. كاين انا في الاول سببت لي احمرار باسكو توالم كيما قلت لكم لي بو ماتور بوكو بلوس، والترطيب تاعها مليح. تاني تاني هادي تدخل كابا وتتباع في اسبانيا، سورتو هاد لا مارك على ما اظن سي تو مارك اسبانيول، مخدومه بنترات الذهب 24 كارا. نعطيها انا نعطيها 8 على 10 لا مارك هذه. اللي لقيتوها البنات اللي يحوسوا على اون كريم ضد التجاعيد ننصحهم بهذه. عندنا لو ماسك جليس نتاع لونغور سوبليم، السعر تاعو ما شفتش عليه باسكو على ما اظن كنت شريتو في شفتش اكزاكتومون شحال لو بري تاعو. هذا لو ماسك سي اون كاتاستروف، ما تشريوش، ما عجبنيش، ما عنده حتى فائده، ما حسيت رطب، ما حسيت فيه والو، ما عجبنيش. دونك هذا 0 على 10 فلوب 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 حتى التالي، ما يعجبش خلاص والسلام. عندنا لو ستيك تاع نيفيا، كنت شريته العام اللي فات وما زدتش استعملته اليوم بيسك فات عليه عام. مليح، ريحته مليحه، وبزاف بنات شكاو لي منه قالوا لي احلام هذا يدير الكحوليه تحت الابط. والله ما على بالي البنات اسكي يدير كحوليه ولا لا، ولكن انا على ما اظن الكحوليه اللي يديرها التعرق، التعرق هو اللي يدير الكحوليه والاحتكاك. اسكو ننصحكم به، انا بالنسبه لي يعجبني. ولا يدير الكحوليه خواتاتي ما تستعملوش، الا يدير لكم الكحوليه ما تستعملوش، ولكن انا عجبني. وحاليا مانيش كاع نستعمل لو ستيك، راني نستعمل هذاك هذاك ايتياكسي لو تريتمون نتاع ضد التعرق.
بزاف هاي اللي راح ندير لكم فيديو عليه باسكو يستاهل فيديو نحكي عليه وحده. هذاك بزاف هايل. وهذاك من لي خوتاتي اسكن عاود نشريه ولا لا، ما نعاودش نشريه، ما راح نحبس كاع لي ستيك ولي ديودورون باش نشوف اسكو هما اللي كانوا يديروا لي الكحوليه تحت الابط ولا لا. هنا لي بوم، وعندي ان غوماج نتاع نتاع روبي روز. كيما قلت لكم ديجا من قبل خواتاتي، الغوماج هذا فلوب، ما درنا والو. اي بورتو انا لا مارك تاع روبي روز بزاف نحب هاد لا مارك تاع الماكياج، رخيصه ومليحه وهايله، لكن هذا فلوب. باغ كونتخ لي بوم نتاعو ولا اروع، بزاف شابين. الديفو تاعهم في ساعه يكملوا خواتاتي، ولكن بزاف هايلين، والسعر تاعو نتاعهم بلوتو رخيص يوالم الجامع. دونك هاد لي بوم ننصحكم بهم، ولكن الكوماج ما ننصحكمش به. وفي الاخير عندنا لا كريم تاع ديرماغور اتوبيكان، كنت هضرت عليها شحال من خطره. لا كريم هادي بكري كانت تجي بزاف روعه، وكانت تجي توالم الجسم والوجه واليدين، يعني كل حاجه. ولكن اليوم ولات تجي تاع الوجه وحدها ونتاع الجسم وحدها، يعني تقلشوا علينا باش نوليو نشريو حاجه منه وحاجه من مليحه، ولكن تاع بكري خير. اسكن عاود نشريها؟ ما راحش نعاود نشريها. بون مازال ما كملتليش، راح تخلص لي اكيد، راح نقطعها في الوسط كيما موالفه، ولكن حبيت نخليها باش ندير لكم فيديو على كاع لي كريم هيدراتون نتاع لو كور وكذلك تاع لو فيزاج باش تقدروا تستفادوا احسن. حبيت نهضر عليها دوكا بيسك رايحه تخلص لي، وقبل ما نقطعها ما راحش نعاود نشريها باسكو ما ولاتش كيما نتاع بكري. فوالا الغزالات تاعي، هنا نكون كملت لا فيديو تاعي. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، ما نكونش طولت، سي نورمال باسكو حبيت نشرح لكم مليح على لي برودوي باش تعرفوا واش تشريو واش ما تشريوش. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تدخلوا عندي انستغرام تاني باسكو راكو قلال في الانستغرام، هكذا باش نولي ندير لكم لي ستوري. راح نحط لكم انستغرام هنايا، ومرحبا بكم في اي وقت. تبقوا على خير.